باوندز. يو السلام خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم، معكم بلامي اكريك تي في فيديو جديد. المهم في هذا الفيديو هذا جبت لكم واحد الحاجه اللي ناضيه بزاف، غتفيدكم بزاف باش تزيدوا الجواهر ديالكم علاش ان شاء الله توصلوا حتى 1000 جوهر ان شاء الله في هذا النهار. ما كيف ما كتعرفوا بلي انا قرينا درت التحديث هذا وعطات واحد اللعيبات هنايا ديال الشجر ديال واحد البيضات، فهمتي كتقدر تحولهم كتقدر تحطهم بحال هكا في ساحه الانتظار وكيعطوك الجواب. المهم انا جبت لكم واحد الثغره زوانه بزاف، غادي فلوس ما كتربح جوهر واحد تقدر تربح منها جوج وفي البلاصه. المهم كلشي نوري لكم وكلشي غادي فهمتي غادي تفرحوا بزاف ان شاء الله. المهم انا نوري لكم دابا وغادي نوريكم الطريقه كيف تجمعوا جواهر بسرعه بزاف. ما كيف ما كتشوفوا الصباح راه ما كتعدي حتى جوهره، انا نوريكم هنايا. انا مشيت سبين على هذا شنو سميتو ديال العرش، خديت سبين الاولى وسبين ثانيه. سبين الاولى كنت درتها ب 9 ديال سبينات وسبين ثانيه ب 29 سبين، اي كلشي 50 سبين 50 ديال الديامون اللي خسرت هنايا. وكيف ما كتشوفوا اي تقريبا 74 ديامون اللي ربحت من الصباح حتى لدابا، ماشي من الصباح حتى لدابا كنلعب، راه كنلعب شويه كنلعب بحال هكا الطقفاش كيكون عندي الوقيته ديال الفراغ وكنجمعهم. الا جينا نشوفوا غنكون نقدر نقول لكم انني ربحت غير واحد 30 جوهره، ولكن انا بديك الثغره وصلت 74 جوهره. المهم ما نطولش عليكم في الهضره بزاف. اول حاجه اخوتي ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك واشتراك باش ديما نبقى نعطي نجيب لكم بحال هادو وانا عارف الطريقه هذه بصحتك اخويا، ولكن كاينين الدراري اللي ما عارفينش نوري لكم دابا والطريقه كيفاش تجمعوا جواهر بزاف حتى تولي تدخلوا الطق، فهمتي؟ غتولي تضرب لهم على ذوك الجواهر ما عقلتش، تولي تضرب عليهم كامل. وانت انا فاش كنجمع جواهر تضرب عليه. المهم انا راكش غادي نشوبي اليوم اخوتي، ولكن بما انهم حطوا هادو قلت صافي خليني نلعب على هادو، نبقى نجمع غير من هادو حتى غدا ان شاء الله ونشوب. ما عرفتش واش ان كارينات بدات تعطيهم كل نهار ولا غير ما كنتش كيف ما كتشوفوا حنا خدينا جوج جوهرات غنرجعوهم اربعه ديال الجوهرات كتخرج بحال هكا. عطاتنا جوج جوهرات كتخرج بحال هكا، كتسنى بما انه سال الطرح هذا اللي لعبنا فيه دابا شويه وغادي تزادوا جوهرات. والله ما نكذب عليكم اخوتي حتى طريقه فعاله 100%، وراه معروفه تقريبا الطريقه عند البرازيليين وداك الشيء. كيف ما كتشوفوا هي عندنا 26 وغادي تسنى بمثال هذاك الطرح شي 5 دقائق ولا 6 دقائق وغادي تزادك ان شاء الله كتزاد ليا 28 جوهره. المهم غادي نمشي عاوتاني نلعب بحال هكا عاوتاني مره واحده اخرى باش نجمع جوهر، باش نشوف كيفاش كتجمع جوهر غير بسهولة تامة. المهم انت حاول انك تزرب على دوك الشجر. انا كيف ما قلت لكم انا راه بعيد على الويفي، راه فاش كنبغي كنكون لاعب انا اصلا فاش كنبغي فري فاير راه كنمشي حدا الويفي وكندير راه دوك الجواهر اللي جمعت الصباح خوش، راه فاش كنبغي ندخل لاعب ندخل ندخل كيف ما قلت لكم كتخرج بحال هكا كتسنى حتى غدوب لك. دابا هاد الجواره غدوب لينا لجوج وديك جوج هي غتولي اربعه. المهم دابا هنايا 27 كيف ما كتشوفوا كتعدنا 24 زدنا جوج 26 اسمح لي، ودابا وحده 27 هي قولي خاصها تزاد دابا 3 ديال الديامو. الا تسنينا شويه راه غادي تزادنا 3 ديال الديامو 100% غادي تزاد
اش ولي 30. المهم انا معكم هنا حتى تزاد ان شاء الله، ولا طولت شويه راه غنحبس الفيديو بمرات، وغتجربوا الطريقه هذه وراه فعاله 100%. دير الخوش ما تنساوناش بواحد اللايك والاشتراك حيت كنجيب لكم اي حاجه جديده. المهم ما تبخلوش عنا بديك لايك والاشتراك وبارطاجيو لاشين اخوشي مع عشرينكم نتوما باش يستافدوا من الطريقه. الطريقه انا ما كنتسجلش راه كنظن ان قرينا عارفها ومخليها عادي، فهمتي الدراري يستافدوا من الجوائر. المهم هذا راه الشخصيه الجديده اللي حاطين، ما نتسناوش يعني دخل لينا هذا. دخلوا صرا كيف مسرحتك على الطريقه اخوتي، رساله قال تدخل بحال هكا تتسجل شويه يعني تخرج خلاص قد جاك لاصق خلاص تشوف تسجل الدراري اللي تتفاجئ هذه الشجره ما تنساوش ديروا الشخصية ديال الشخصية ديال سميتو اخوتي يوسف حتى اخوتي كيفاش ديال هنا هو الشخصية ديالو حتى دغيا شركات عندك كونيكسيون خفيفة والتليفون خفيف راه عندنا الجماعة تما كثر من 3000 جوار انت كاع ممكن ترجع بحال هكا طرح فيه طرح ما فيهش طرح تجمع فيه الفلوس هذوك الفلوس اللي لها مرة تجمع الديامون المهم كتبقى غادي بحال هكا ان شاء الله حتى كتوصل لهذا ديال الديامون. المهم كيف ما كتشوفوا باقي ما تزادش، اذا غادي نوقف الفيديو بما رجعت وانا معاكم. انتم اخوتي كيف ما كتشوفوا ولا يصحابكم كنكذب عليكم ولا شي حاجه، هيا راه كانت هذا 27 اخوتي ولا هنا 30. المهم راه تزادوا ثلاثه الجوهرات ومازال انني لعبت واحد الجيم بلاي وخديت واحد الدياموندا. المهم راه تزاد دابا الدياموندا الثانيه ديالها. المهم كيف ما كتشوفوا ولات 30 ودابا غتزادوا واحد الدياموندا وحده اخرى. المهم كيف ما كتشوفوا كلشي بالاشباش اخوتي، انا والله ما كنكذب عليكم، اجربوها وغادي تشوفوا غادي تصدق لكم 100% وفعاله. ها انتم شوفوا الا ما صدقاتش لكم اخوتي درت سينيال لهذا الفيديو. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو، ما تنساوش تخليو لنا واحد الاشتراك واحد لايك، انا ديما كنجيب لكم الجديد. المهم تهلاو.